مشروع ال 3D بلش كبايلوت بروجكت فوندد من الفاونديشن كريسيرش بروجكت. كان الفكرة الأساسية تبعته إنه المرضى أو الوار فيكتيمز ضحايا الحروب قليل ما بتلاقي أماكن بتوفر لهم أطراف علوية نتيجة التكلفة العالية تبعته. فبلشت الفكرة كيف ممكن نستخدم التكنولوجيا الجديدة اللي طالعة في العالم اللي هي 3D printing حتى نعمل أطراف علوية وندرس قدي الفائدة تبعتها على المرضى. هل هي فعلا فقط فائدة تجميلية ولا ممكن المريض انه يتحسن وضع حياته والوظائف تبعته اثناء اليومية. بعد ما بلشنا نقدم الاطراف للمرضى، المرضى مشيوا في بروجرام تدريب كيف يستخدموا هاي الاطراف في حياتهم اليومية. طبعا نتيجة الدراسات اللي قمنا فيها والاسسمنت والتقييمات وجدنا انه الطرف اذا انعطى الى المريض وتوفر له برنامج علاجي متكامل طبعا كتير له فائدة، ليست فقط فائدة تجميلية ولكن هناك تطور ايضا في حياة المريض من ناحية الوظائف اللي بيقوم فيها، صارت حياته أسهل. عندنا كتير مرضى كانوا كتير معتمدين على أهليهم أو أفراد أسرتهم بالقيام بكتير أمور في حياتهم، لكن الحمد لله مع التدريب ومع الطرف اللي إحنا قدمنا لهم إياه صاروا تحولوا لناس معتمدين على ذاتهم. هلأ معظم الأسيستيف ديفايسز بتكون لوظائف بتنعمل بكلتا اليدين. مثلاً في عنا هاي الأساسيف ديفايس كانت لبنت حابة تقدر تجلي فنعملت بحيث إنه تتثبت السبونج فيها، وبهاي الطريقة بتقدر المريضة تمسك الصحن وتقدر تجلي بالطول اللي إحنا سوينا. في برضو مثلاً لمرضى الأطفال كتير مثلاً بيواجهوا صعوبة في حياتهم بالمدرسة، إنه من أحد الوظائف اللي يعني بتستدعي استخدام كلتا اليدين اللي هو بري الألم. هاي من الوظائف اللي كان الطفل يعني ياخد المساعدة من زملائه أو من معلمته ويحس إنه مختلف عن باقي الفريق فيها. عملنا مثلاً هاي الأسيستيف ديفايس بحيث إنه تتثبت فيها البراي بالبروسيسز وبقدر المريض بإيده الثانية يبري. فهاي الأسيستيف ديفايسز من الأشياء اللي بتكون كاستمايز يعني محددة لمريض معين حسب الأهداف الوظيفية اللي هو بطلبها أو بحتاجها. من الأشياء اللي غيرناها في ديزاين البروسيسز تبعنا حطينا وير داخل الأصابع بحيث بيقدر المريض يقدر يتني الأصابع أو يسكر إيده تبعاً للوظيفة اللي هو بيحتاج إنه يطبقها. من الأشياء الثانية اللي إحنا بنعملها في القسم تبعنا اللي هو البريشر ثيرابي أو الأقنعة اللي بلبسوها مرضى الحروق بالوجه تبعهم حتى إنه نوفر ضغط على المكان اللي نعمل فيه العملية أو على مكان الحرق حتى يقلل من النمو الغير مرغوب فيه في الجلد، حتى يقلل من الالتهاب أو inflammatory process اللي بتصير بالجلد بعد العملية. بتعطي كتير نتائج منيحة وهي أصلاً من أحد أهم العلاجات المقدمة لمرضى الحروق اللي هو البريشر ثيرابي. مؤخراً فتنا بالسبلنتس، طبعاً برضو هاي كانت من التحديات اللي احنا واجهناها ولقينا لها حلول، وكانت الهدف تبعها أو اللي جاب لنا إياها هو طلب مرضى أو حاجة المرضى. فكان برضو عنا مرضى اللي بنعمل لهم post skin release للهاند أو للفوت لازم ينحطوا في بوزيشن معين
قدرنا انه بال 3D printing وبالديزاين وبهاي التكنولوجي نقدر نلاقي حلول ونعمل سبلانس للمرضى بحيث انه نحط الجوينتس والسكن في الماكسيمم ستريتش بوزيشن، وهذا بيكون احد الستبس المهمه في علاج المرضى تبعونا.